طيب يلا شغل المؤثرات يا منيب. الحين ركز الجهادية بس وانت ركز على الجواب الاول. ها يلا بسألكم عن شخص موجود في اللوكيشن هنا يعني. وش اسم الشيف اللي معنا؟ بندر الشهري وعبد الله استاذ عبد الله عسيري ما شاء الله على طول. انا حتى لا باقي ما كملت السؤال ترى مو هذا جوعان على طول. عبد الله وش تقول؟ انا اعرف بندر طبعا بندر يعني مميز وبعدين مستلم عشانه من الطبيعي ان احنا نعرف الاسم والالف. انا شفت ادعم عبد المحسن وضروري تكون له. حلو يعني عبد المحسن يستاهل الالف اهداها لك عبد الله اليوم. يقول هذا سؤال ثاني طلع بيجاوب. لا استثني ظني انت عينك على القدر والله نودك ظني بالعشاء يا لا عمري عنك. ها ودكم القدر يقول ودكم القدر من يقوله شباب هناك يقول لحكم جوع انت اللي جاي من الجنوب ظني مشواركم طويل يا جعل عمري عنك انتم بندنعه والله احنا لحقنا جوع بيض الله وجهه. اذا بعطيكم سؤال ثاني لازم يكون معنا بيض الله وجهه. صعب ان نستثني صعب خلاص بس اختار اللي يروح له. لا مش ظلم لا ظلمك تستثنيه. طيب هو ذكي ليش ليش طيب عطنا سؤال ثاني وعليك يقصدون خذ جائزه وافله صح ولا لا؟ اي وانا طيب الحين بسال سؤال هنا. احنا الحين نقول دائما نقول التكاتف والاخوه وانتم الان جالسين نبغى نقاط.